بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، ورحب فيكم بالجزئية الثانية من محاضرة الدكتور سمير الثاني. إن شاء الله بدنا نكمل معكم من مكان ما وقفنا الفيديو السابق. وقفنا عند قبل ما نبلش بالبروتين سينثيسيس، وقفنا هون آخر إشي حكينا عن الفولتس الديجنريت سايتس. بسم الله. البروتين سينثيسيس عملية بتصير في الخلية بهدف بناء بروتين متعددة المراحل. بتبلش بالأمينو أسيدز، صناعة الأمينو أسيدز، وعملية الترانسكريبشن من الـ DNA لـ مسنجر RNA، وبعدين بتصير عندنا عملية يعني إنك تركب أمينو أسيدز على بعض حسب الـ mRNA في الريبوزومز بهدف صناعة البروتينز. When a protein must be available in a short notice or in a large quantities, a protein precursor is produced. Pro protein. يعني هسا إذا لما الأشياء اللي بنحتاجها كميات كبيرة أو فترات قصيرة، نصنع لهم برو بروتين عشان هم يكونوا موجودين. فإذا احتاجناهم مرة ثانية، يعني هذا الإشي بنحتاجه فترة قصيرة أو كميات كبيرة، فإحنا بنصير بنصنع بكميات إشي اللي برو بروتين اللي هو يعني الغير فعال عشان يكون موجود. وبعدين طبعا بنحتاج كميات كبيرة أو فترات قصيرة نقدر يكون إشي موجود يعني مخزن نوصل له بسرعة. A pro protein is an active protein containing one or more inhibitory peptides that can be activated when the inhibitory sequence is removed by proteolysis during post-translation modifications اللي هي التريمينج. حكينا عنها في البيوكيمستري في محاضرات الانزيمز، وراح نحكي عنها هون لقدام بس نخلص السينثيسيس. اللي هو عنا البروتين، البرو بروتين في اجزاء من الامينو اسيدز، كيف هون في عن كيف الام ار ان اي فيه اكسونز وانترونز نفس الشيء. هذا البروتين فيها فيها انهبيتوري وفيها او ريجيلاتوري وفيها الاكتف. الريجيلاتوري بيضبط الاكتف، لازم نشيل الريجيلاتوري عشان الاكتف يصير شغال. A pre-pro protein is a form that contains a signal sequence. البري لما نحط بري بيكون على البروتين في عنا signal sequence عليه، internal signal peptide. هاي بتوجهه او بتخليه انه into through the membranes. That specifies its insertion into or through membranes، يعني بتخلي إنه يتحرك عبر أو باتجاه أماكن معينة باختصار. Targets them for secretion، يعني إنه اللي بتعمل لهم targeting إنه متى أو كيف أو وين نعمل لهم عملية إفراز. The signal peptide is cleaved off in the endoplasmic reticulum after it passes through membranes. البري بروتين بصير عندنا بروتين برو بروتين. السيجنال بيبتايد هسا هو في داخل النيوكليوس، او يعني داخل النيوكليوس الام ار ان اي، طلع على الاندوبلازميك ريتيكولم وبالريبوزوم صار ار ان اي، صار بروتين. بعدين البروتين بيمشي خلال شو اسمه الممبرين تاع الاندوبلازميك ريتيكولم، وبعد ما يمشي من خلاله بنشال السيجنال اللي عليه، سيجنال بورش او سيجنال سيكونس. بري برو بروتينز هاف بوث سيكونس انهبيتوري اند سيجنال ستيل بريزنت. اما عندنا لما نشيل لما يروح السيجنال بصير اسمه برو بروتين. For synthesis of protein, a succession of tRNA molecules charged with the appropriate amino acids have to be brought together with a mRNA molecule and matched up by base pairing through their anticodons with each of its successive codons. راح نحكي عنهم هون. يعني هذا mRNA، وعشان تصير عملية البناء بدنا شو اسمه tRNA يركب على mRNA. tRNA و mRNA هون هذا الكودون وهذا الانتيكودون.
اوكي. The amino acids then have to be linked together to extend a growing protein chain, and the tRNAs that are relieved of their burdens have to be released. ايش يعني؟ هون بيحكي عن هاي العملية، المفروض يكون في صورة والله، ما علينا. تمام، بيجي هون بشبك، وكل واحد بشبك على مكانه، وبعدين بتصير عملية البناء. لما عنا الهاد يفك من الأمينو أسيدز، خلص شبك بالوراء بيطلع وبيجي مكانه تي ار ان ايه ثاني. في فيديو راح افرجيك اياه بتفهم العملية. These whole complex of processes are carried out by the ribosome formed of two main chains of rRNA more than 50 different proteins. يعني اللي بحكي لك انه ال RNA بتكون من two main chains، وانه كثير انواع، اكثر من 50 نوع. البري برو بروتين بنشيل السيجنال سيكونس، بصير البرو بروتين، بنشيل ال شو اسمه، بنشيل الانهيبيتوري سواء في باي اندو بيبتايديزز، سواء قبل ما يوصل جولجي اذا كان هو فعال بالجولجي، او داخل الجولجي اذا بده يتفاعل في الجولجي ويفرز داخل الخليه او براها، او لما يكون مثلا اشي دايجستيف، لما بعد ما يفرز بيصير له عمليه اكتيفيشن عشان ما يخربش اشي داخل الخليه. جين اكسبريشن، لازم نعرف اول اشي عندنا الترانسكريبشن، عمليه صناعه الار ان اي من الدي ان اي، وبيكون كومبلمنتري لواحد من الدي ان اي سترانس. بعدين بنمسك هذا المسنجر ار ان اي ونعمل له بروتين بناء على المعلومات الموجوده عليه اللي هي الجاي من الدي ان اي. جين انكودد ريجن، الترانسكريبشن بيعطينا عنا الام ار ان اي، الجين انكودينج ريجن اللي هو هاي موجود على الدي ان اي، الجزء اللي صار عمليه ترانسكريبشن بيعطينا ام ار ان اي، الترانزليشن بيعطينا بريكورسر بروتين يعني بري برو بروتين او برو بروتين، بوست ترانزليشن موديفيكيشنز بصير ماتشيور، بصير يعني بروتين، بعدين بصير عمليه فولدنج عشان يصير ال 3 دي فورم بتاعه ويشتغل. شارجينج ذا تي ار ان اي، هسه التي ار ان اي مش هيك شكله تقريبا. هون بيكون في انتيكودون عشان يرتبط بالام ار ان اي، وفوق بيكون في امينو اسيدز. امينو اسيد واحد مرتبط فيه زي هيك بهدف انه يرتبط تحت بالام ار ان اي ويخلي فوق الامينو اسيدز، بعدين واحد ثاني يرتبط جنبه على الكودون اللي جنبه، ويرتبطوا الاثنين امينو اسيدز مع بعض وتطول السلسله. وراح نفرجيكم فيديو عن الموضوع بس هيك باختصار. شارجينج ذا تي ار ان اي، تي ار ان اي اكتس از ترانسليتور بين ام ار ان اي وبروتين، يعني العمليه مش مباشره بين ام ار ان اي وبروتين، في مترجم بينهم اللي هو التي ار ان اي. each تي ار ان اي has a specific انتيكودون، حكينا هيو تحت هون بيجي الجهه بده يرتبط فيها مع الام ار ان اي، and an amino acid acceptor site الفوق جهة عليها acceptor بيرتبط الأمينو أسيد، وجهة بيرتبط مع الكودون من الأنتيكودون. each tRNA also has a specific charger protein، في عنا هاد specific charger protein إيش بيعمل؟ بيرتبط مع specific amino acids في specific amino acid ومع طاقة، وبيرتبط مع specific tRNA بربطهم مع بعض. كيف يعني specific؟ عشان حسب هاي الخريطة أنا بدي أترجم، بنترجم مثلا UAC، UAC هذا الكودون تمام، بدي إياه هو هذا تيروسين حسب هاي الخريطة، بدي بينهم تي ار ان اي يكون الانتيكودون تاعه
مكمل لهات، و على الاكسبت الامينو اسيد اكسبت سايت تاعه موجود تايروسين. فالمفروض ايش عندنا، ايش يكون موجود هذا عندنا؟ عندنا اليو اي والاي يو السي، هسه غالبا هي مفروض جي، هي جي و جي بس، نحكي جي بس جي، جي لأنه الجي بتقبل السي واليو، وهذا هو الوبل عندنا. ما علينا، يعني إذا تحولت هاي لـ يو، يو بقبلها لسه. المهم إحنا زي ما إحنا شايفين الـ tRNA على جهة بيكون complementary code، الـ complementary هو الـ anticodon تاعه للكودون تاع الـ mRNA، على الجهة الثانية راكب عليه الامينو اسيد، الامينو اسيد اللي احنا بدنا اياه يترجم حسب طبعا الخريطة مش حسب راحتنا. تمام، عشان هيك لكل تي ار ان اي في عندنا سبيسيفيك شارجر بروتين اللي هو اسمه امينو اسايل تي ار ان اي سينثيتيز، which can only bind to that particular tRNA and attach the correct amino acid to the acceptor. يعني كيف يعني قلنا؟ كيف يعني قلنا؟ وين؟ كل عندنا بروتين اللي هو الأمينو أسيد 3 tRNA synthetase بيشبك particular tRNA مع ال correct amino acid to the acceptor. عندنا حكينا الـ UAC هذا الكودون، الانتيكودون تاعه AUG، هسا بيجي هذا بقرأ شو الانتيكودون، قرأ الانتيكودون تاعه AUG، معناته ايش الصح ينحط عليه حسب الجدول؟ تريبتوفان هو، فبحط بشبك التريبتوفان على الـ tRNA اللي عليه الـ AUG عشان يرتبط مع الـ AUC اللي هو اللي بيعطينا حسب الجدول التريبتوفان. هيك طبعا the energy to make these bonds come from ATP، هذا الرابطة بدها طاقة. amino acid tRNA synthetase there are 20 different synthetases one for each amino acid that can be catalyzed the covalent bond between the amino acid and the tRNA. عندنا انه 20 نوع مختلف من الامينو اسايل تي ار ان اي سينثيتيز، يعني لكل امينو اسيد في عندنا امينو اسايل سينثيتيز بيعملوا سينجل سينثيتيز may recognize multiple tRNAs for the same amino acid specified by the mRNA codon to which the tRNA anticodon binds. Amino acids might have more than one tRNA, thus the number of tRNA is more than 20. ايش عندنا؟ عندنا باختصار 20 امينو اسيد، الجملتين قرأت، عندنا 20 امينو اسيد صح؟ وعندنا 20 نوع مختلف من الامينو اسايل تي ار ان اي سينثيتيز، وعندنا 64 كودون، ثلاثة منهم وقف شيلهم، صار عندنا 61 كودون بالترجمة، أو يعني 61 كودون يقابلهم امينو اسيد، هذول ال 61 كودون بدهم 20، يعني 61 كودون بدهم يترجموا ل 20، الوسط بينهم تي ار ان اي، تي ار ان اي قديش عددهم؟ مش 61، ليش؟ لأنه في عندنا شيء الوبل، الوبل يعني بيقلل العدد، الـ AUG ممكن يرتبط مع UAC UAU، هذا بقلل عدد الـ شو اسمه؟ عندنا الـ تي ار ان اي، وبرضه عددهم أكثر من 20، ليش أكثر من 20؟ لانه الوبل مش كل انواع الوبل 4 فولد، في 4 فولد 3 فولد 2 فولد، في نان ديجنريت سايتس، فبالتالي عندنا بكون عددهم اكثر من 20. هسه الانواع الامينو اسيد تي ار ان اي سينثيتيز في نوعين، الكلاس 1 او النوع الاول والنوع الثاني. النوع الاول مونوميريك، يعني بتكون من وحدة بروتينية واحدة، يعني هو مش أكثر من
بولي بيبتايد تشين، هو عبارة عن بولي بيبتايد تشين وحدة، يعني تيرشر ستراكشر. الدايمريك عبارة عن تنتين بولي بيبتايد تشينز، هو كوتينر ستراكشر، يعني اسيليتس ذا تو برايم او اتش اون ذا تيرمينال ريبوز، هاد اسيليتس ذا 3 برايم او اتش اون ذا تيرمينال ريبوز. هادو ايش، شو هاد، عن ايش بنحكي؟ احنا قاعدين نحكي عن ال شو اسمه ال تي ار ان اي، الريبوز الموجود على التيرمينال تاعتها. الكلاس 1 بيعمل عملية شو اسمه اسيليشن ل 2 برايم، اما الكلاس 2 بيعمل لل 3 برايم. طبعا المفروض انتم عارفين شكل الدي ان اي او الريبوزومز، اللي هم عندك فوسفور، شبكين بسكر ريبوز، سكر ريبوز، وشبكين في شو اسمه في الحمض اللي هو سواء A أو U أو C أو G، بعدين في شبكة فوسفور نفس الشيء ريبوز، وشابك فيك الريبوز بنعرفه سكر خماسي، سكر سوداسي. الريبوز سكر السداسي اللي حلقته خماسية، ونعرف جهة بيشبك مع فسفور وجهة بيشبك مع الأحماض. وبعدين عندنا إنه بيكون في عندنا 3 برايم و 2 برايم، هدول الفضيات في منهم بيصير له عملية الأسيليشن مع الأمينو أسيد. الكلاس 1 هي الامينو اسيدز اللي بيعمل لهم اسيليش، اللي بيعمل لهم ربط مع بعض. والكلاس 2 هي ارجينين، سيستين، نسيت والله كلهم، ايزوليسين والليوسين والميثايونين والتريبتوفان والتايروسين والفالين، هون جلوتاميت جلوتاميت. هون الألانين هذا الأسبرتات والجلايسين والهيستيدين والليسين والفينيلألانين والسيرين والبرولين والثيريونين، شو اسمه هذا شكل الحمضي تاع الأسبرتات اللي هو أسبراجين، ما علينا. The process of charging tRNA needs high energy and it and is irreversible. Thus, the enzyme needs to check if the anticodon of the tRNA matches the amino acid that is it that to it it's going to be attached. Example, a tRNA with CA anticodon attached to the enzyme. The enzyme knows that this anticodon is specific to a valine, so it ensures that the amino acid that bind to the tRNA is valine. ايش يعني؟ كنا هستعمل نفس هذا المثال، حكينا ال UAC بيعطينا اللي هو تريبتوفان، شوي كان بيت التيروسين، كستنا الأحرف، بيعطينا التيروسين، بيعطينا تيروسين. الانتيكودون اللي هو الاي يو جي بي جي بي جي انتيكودون، بفحص لقى مثلا اي يو يو واحنا عندنا تيروسين، برفضه بشيله، بضله يدور عبال ما يلاقي تي ار ان اي الانتيكودون تاعه اي يو جي عشان يشبكه مع التيروسين. بس باختصار، او يعني عادي انه احكي لك انه بيشبك مع اي يو جي مع الانتيكودون اللي على اي يو جي، وبضله يدور على شو اسمها على امينو اسيد التيروسين عبال ما يلاقيه ويربطهم ببعض. ليش كل هذا؟ عشان هاي العمليه ريفرسبل، تحتاج طاقه عاليه، فخلص بدها تصير ومش راح ترجع، واذا صار اي خطا حيكون دائم، هيعمل ممكن يعمل ميوتيشن هيك. if الوبل، الوبل اللي هو اللي حكينا عنهم degenerate sites اللي هم الاخر رقم 3 في الكودون، القاعدة النيتروجينية رقم 3 في الكودون. if there was one tRNA for each mRNA codon there would be
61 different tRNAs but there are fewer. عندنا أقل من 61 لأنه مش كل mRNA مش كل tRNA بتعرف بس على mRNA واحد على كودون واحد من mRNA. Some tRNAs have anticodons that recognize two or more different codons. بعض الـ tRNA بتعرف على أكثر من كودون. Base pairing rules between the third base of a codon and its tRNA anticodon are not rigid as DNA to mRNA pairing. بمعنى انه هسا الانتيكودون الموقع الثالث تاعه ارتباطه مع الكودون ريجيد، يعني نت ريجيد عفوا، انه مش صلب يعني مش ناشف، فليكسبل. ممكن مثلا الاي بترتبط مع اليو والاي والسي، مش ما شغله واحده. اكزامبل اليو ان تي ار ان اي كان بير وذ ايذر اي اور جي ان ذا ثيرد بوزيشن اوف ان ام ار ان اي كودون. وهذه فليكسبيليتي نسميها الوبل. Note the codon has three nitrogen bases. The first two are rigid. أول ثنتين rigid. أول الكودون نعرف الكودون واحد اثنين ثلاث قواعد مثلا A U U A A عفوا نعرف إنه أول ثنتين rigid والثالثة مرات بتكون flexible wobble. Two are rigid and the last one is flexible and is if some amino acids have different codons that encode them. Which differ between each other in the first two nitrogen bases. Example, lysine is coded by both UUA and CUU. إيش بنحكي لك هون؟ في بعض الأمينو أسيدز بتختلف، طب في بعض الأمينو أسيدز تختلف عندنا في أول واحد. صح، ممكن تختلف في أول واحد أو ثاني واحد، بس هذا مش وبل. فيش وبل إلا في ثالث نقطة، أو يعني ثالث وحدة هاي. طب هذا كيف بيصير يعني؟ إيش معناه؟ هاد باختصار معناه انه عندنا تي ار ان اي ثاني بركب، يعني في عندنا اثنين تي ار ان اي، تمام؟ واحد اليو يو بتعامل مع اليو يو اي، واحد بتعامل مع السي يو يو، واحد ال شو اسمه الانتي كودون تاعه اي اي يو، وفي ويبول عندنا في هاي ممكن تكون نان ديجنريتد ففيش غيرها، او ممكن تكون 2 فولد او 3 فولد او 4 فولد. نفس الاشي السي يو يو عندنا جي اي اي، والاي هاي اللي هو الوبل ممكن تكون 2 فولد 3 فولد 4 فولد او انه نان ديجنريتد. In which the differ in first in which the differ in the first nitrogen base this result in the in the that same amino acids in the this result in that some amino acids is translated by more than one tRNA انه بعض الامينو اسيدز بتترجم باكثر من tRNA. كل tRNA اول اثنين تاعونه مختلفين عن الثاني بس. Thus there is more than 20 tRNA. فهمت علي كيف؟ طلعوا كيف؟ عندنا 61 كودونز ممكن يترجموا لامينو اسيدز، وعندنا 20 امينو اسيدز، وعندنا التي ار ان اي بترجموا بينهم. طالما انه في شيء اسمه وبل معناته فيش عندنا 61 تي ار ان اي. طب قديش عندنا؟ هل عندنا 20 يعني؟ لا ما عندناش 20. ليش ما عندناش 20؟ لانه في بعض الامينو اسيدز اللي بتترجموا من اشياء بيكون عندنا الاختلاف مش بالوحده من الريجيد سايتس اللي هي واحد او تو اللي هي نان ديجنريت سايتس. كيف هاد بيصير؟ بيصير باختصار انه هذا الامينو اسيدز بتترجم عن طريق اكثر من تي ار ان اي وبس. As we compare them from the anticodon side but if we ايش كنت بدي احكي لك هون؟ دكتور حاطط او حكى انه في عندنا 20 تي ار ان اي، وهذا هسه لو افتح لك جوجل وفرجيك غلط. طلع باختصار عندنا however many cells contain fewer than 16 types of tRNA because the wobble base is capable of binding of several though not necessary all. يعني بصير عندنا في عشان الوبل بيكون عندنا اقل من 61 تي ار ان اي of the codon that specify a particular amino acid a minimum of 31 او هو يعني 21
او يعني ال20 نحن بنحكي عنهم are required to translate an ambiguous or 60 since that maximum observes 41. ايش بيحكوا لنا؟ بيحكي لك انه في الحقيقه عندنا من مش رقم ثابت 100%، بس عندنا من بين ال 31 لل 41 شو اسمه تيارين، تمام؟ هيك دكتور كان بيحكي انه فيش غير 20 تيارين، بغض النظر ايش اعرف ايش احفظ، قلت لك ايش بيحكي العلم، قلت لك ايش بيحكي الدكتور، بس هذا اللي بهمك تعرفه، تمام. هسا لو بدنا نحكي هاي عشان حاولت يعني اني اوصل الفكرة بين ايش بيحكي الدكتور وايش يعني هام عن، فحكيت انه من جهة الانتيكودون عندنا اكثر من 20 تي ار ان اي، اما من جهة البايدنج للامينو اسيد في عندنا 20 في عندنا 20 تي ار ان اي. ايش يعني؟ اذا ما فهمتهاش الجملة انساك منها، هبت. There are two أو يعني مش هبد يعني هبد بس يعني مش مهم، مش إشي حكى الدكتور هيك بس. There are two levels of control to ensure that the proper amino acid is incorporated into the protein. بدنا نتأكد إنه عن جد هذا الأمينو أسيدز هذا الكودون راح يعطي هذا الأمينو أسيدز، ما صارش أي خطأ عشان ما ينتجش بروتين غلط. أول إشي عندنا the reaction of amino acyl tRNA synthetase for charging the property tRNA، اللي هي هاي العملية عندنا عملية الشارجينج، بتأكد هذا البروتين قبل ما يعمل شارجينج إنه الاثنين صح، الاثنين صح بكمل. ثاني إشي matching the specific tRNA to a particular codon، ثاني إشي عملية عندنا إن نحط tRNA على الصح على الكودون هون. هاي الاشي باخد وقت ويعني بتصير عملية تحقق قبل ما يصير هون، هاي هنا عمليتين التحقق اللي بتصير. In prokaryotic specific sequence in the mRNA around the AUG codon called Shin Delgarno sequence are recognized by an initiation complex consists of methyl amino acyl tRNA initiation factor and the small ribosome. تمام ثواني. طيب الفقرات اللي هسه بدنا نحكي فيها، بدنا نبلش هسه في العملية الجد، كيف بصير عندنا كيف تنتهي يعني تنعمل البروكاريوتيك واليوكاريوتيك. نشوف الفيديو. هسه احنا بنحكي عن عملية البدء في البروكاريوتيك، في عنا هذا اللي هو الريبوزوم. الريبوزوم بتكون من وحدتين زي المفروض انتو عارفين، السمول واللارج او بيج مش فارقة. السمول عنا في البروكاريوتيك 30S والكبيرة 50S، تمام. وعندنا هذا شو عندنا تي ار ان اي وعليه كودون انتي كودون تاع البدء اللي هو بيرتبط مع الكودون البدء الاي يو جي، وشابك عليه الميثايونين، وهذا فورميليتد ميثايونين. ليش فورميليتد؟ في البروكاريوتيك دائما ببلشوا فورميليتد ميثايونين زي هيك. وعندنا هذا الاشي اللي اسمه شين دليجرو اللي هو سيكونس اللي هو بتعرف عليها السمول سب يونت، تعرف على هاي عشان مع الميثايونين ويبدا. هسه نشوف كيف السمول سب يونت بتفك التو سب يونتس، بيفكوا عن بعض. كيف بيفكوا عن بعض؟ بيجي اشي اسمه انيشيشن فاكتور 1 وانيشيشن فاكتور 3، بفكوا ال 50 سب يونت عن ال 30 سب يونت، بيمسكوا ال 30 سب يونت وبيحركوها. بعدين عندنا هذا النتج عندنا اللي هو ال 30 سب يونت مع الانيشيشن فاكتور 1 والانيشيشن فاكتور 3، بيجوا وبتعرفوا على الشين دالجيرنو سيكونس وبيرتبطوا فيها شاي دالجارنو سيكونس.
بيرتبطوا فيها، بيعرفوا بيرتبطوا فيها زي ما احنا شايفين الشكل. بعدين في ليش بيرتبطوا، في عندنا complementary sequence على ال، في عندنا complementary sequence في ال 30S اللي هي ضمن ال 60S rRNA. ال 30S بتكون من أكثر من سبينت، منهم 16S rRNA عليه هذا complementary للشيلد للجرينو سبينت، فبرتبطوا في بعض. وطبعا هذا الارتباط عندنا بيأكد انه ال starting codon في المكان الصحيح لازم يكون فيه. بعدين في عندنا initiation factor ثاني اللي هو initiation factor 2، بيكون مرتبط مع جي تي بي عشان الطاقة هاي، بيرتبط بالاف مثل بيرتبط في التي تي ار ان اي الشابك بالفورمال ميثايونين، وبيحركوا عندنا لوين؟ للمكان اللي لازم يرتبط فيه. بعدين عندنا ال بس يرتبط التي ار ان اي في مكان صحيح تيجي ال 50S ترتبط. كيف بترتبط عندنا؟ بينكسر بنكسر الجي تي بي وبصير جي تي بي وبحرر طاقة، هاي الطاقة بتفك initiation factor 1 و initiation factor 3 و initiation factor 2 وبربط ال big subunit أو ال large subunit بمكانها. وهسا عنا في الليبوسوم عنا ثلاث مناطق، منطقة ايه اللي هو الادريسايت اللي بدخل فيها او يعني كل امينو اسيد كودون راح ينبنى، بيجوا تي ار ان اي بيركب هون، وعندنا السايت المليانه حاليا، وعندنا السايت هذا اللي بيطلعوا منها. وهذا عندنا الاكزيت سايت، حكينا هون السايت اللي هسه مليان حاليا. عملية انه يطول بيجي بدخل، بس عندنا هاد بتأكد من الانتيكودون انه الانتيكودون نفس الكودون او مكمل القصدي، إيه هذا بروفيدينج اذا بتأكده، اذا كان غلط بيعمل له ريجكت وبشيله. وهيك بدي نتأكد انه ما سبكش ما شبك اشي غلط. كمل. بيجي هسا عنا بيتأكد، طلع عنا بيتأكد من الكودون والانتي كودون اذا صح، هذول صح بيكمل عملية. شو بيصير عنا؟ بتنبنى او يعني بتصير في عنا رابط بين بين الامينو اسيدز، وبتحرك عندنا الريبوزوم، بصير عندنا اللي انبنت هاي الجديده انحطت في البي سايت، الاي سايت فاضي، والاكزيت فاي الاكزيت سايت فيه الاول وحده بتطلع. طبعا ملاحظة هسه العملية ال elongation والterminate elongation عفوا نفس زيها زي شو اسمها زي بعض هون وفي ال في اليوكاريوتيك برضه نفس الاشي، التيرمينيشن متشابهة كثير كثير. زي ما احنا شايفين كيف بنبنى السلسلة. بعدين عندنا لما نوصل termination لما نلاقي stop codon ولقيناه طبعا على نفس الريدنج فريم بتاعنا اللي هو اللي بنمشي ثلاثات فيه.
فيش عندنا، احنا زي ما بنعرف فيش عندنا كودون بيقدر يدخل، يعني فيش عندنا تي ار ان اي الانتي كودون تاعه مكمل لهاي، هذا الستوب كودون. في عندنا بروتين هو اللي بيتعرف على اليو اي اي او اليو اي جي او اليو جي اي، وبيرتبط وبيعمل عملية فك، هذا بروتين اسمه ريليزنج فاكتور، وبيرتبط الريليز فاكتور وبكسر عنا وبفكهم عن بعض، وهي عنا كل شيء انفك عن بعض ونتج عنا الأمينو أسيدز أو يعني البروتين، وانتهت العملية هيك. هسا عندنا اليوكاريوتيك نحكي عنها برضه، ايش الفرق بينهم؟ الفرق بينهم عندنا اياها في الايش، اهم اشي في الانيشيشن، بيرتبط عندنا اي من يوكاريوتيك انيشيشن فاكتور 1، يوكاريوتيك انيشيشن فاكتور 3، وعندنا هون شابك يوكاريوتيك انيشيشن فاكتور 2 جي تي بي شابك. لاحظوا هون فيش فورمال ميثيونين لحاله، عندنا سب يونتس، البيج سب يونتس 60 والسمول سب يونتس 14، هاي اول فروقات. وطبعا احنا زي ما احنا شايفين انه الاي اف 1 والاي اف 3، اي اي اف 3 واي اي اف 1 فك ال 16 عند ال 14، بعدين راحوا وارتبطوا، صارت ارتبطوا كل هاي الاشياء مع بعض هناك، شو ارتبط بالشندليجرو بعدين ربط هاي، هون لا هذول ارتبطوا كلياتهم مع بعض قبل ما يرتبط. عندنا بعدين المفروض بتعرفوا عندنا على الفايف برايم في عندنا كاب، وعلى ال 3 برايم في عندنا زي garbage sequence اللي هي فيها كثير اي 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 موجودة بس عشان تحمي ال mRNA. هسا اللي على ال 5 في عندنا اسمه كاب، بيجي عندنا ال initiation factor 4 وبيرتبط في الكاب، بعدين هذا اللي عندنا الكومبلكس من ال AIF1 وال 40 sub unit 40S سب يونت والاي اي اف 3 والاي اي اف 2 والجي تي بي شابك بالاي اف 2 والتي ار ان اي شابك بالميثايونين، بيرتبطوا مع الكاب والانيشيشن واليوكاريوتيك انيشيشن فاكتور 4. هذول طبعا وين بيكون؟ على الطرف في برايم من الام ار ان اي. بعدين شو بيصير؟ ببلشوا يعملوا سكاننج، ببلش ربطه هون، يعني هون اتعرفوا على البداية، وببلش يمشي ويفحصه واحدة واحدة، يعني هم مفروض يكون في سيكونس مش مكتوبة، خلينا نفترض يعني انه انساكم من اي يو جي، في عنا هاي السيكونس، ببلش يو 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 لا يو يو جي، بصير يمشي واحدة وياخذ ثلاثة عشان يشوف شو الاوبن، ايش الريدنج فريم الاوبن عندنا، بضل يمشي عبال ما يلاقي عنا ايش، عبال ما يلاقي عنا الستارتنج كودون، وهيك بنكون عرفنا احنا شو الريدنج فريم تاعنا ومنبلش. لقى الستارتنج كودون ايش عنا بيصير؟ بتيجي بترجع انها ترتبط اللارج سب يونت، كيف ترتبط عنا؟ بصير عنا تكسر بصير عنا الجي تي بي بتتكسر لجي دي بي، تنتج طاقة طبعا نتيجة انه هذا الارتباط، بتتكسر الجي تي بي لجي دي بي، وبتيجي ترتبط ال 60 اس سب يونت مع ال 40 اس سب يونت، وبنتفك كل الانيشيشن فاكتورز، حتى الانيشيشن فاكتور 4 بتفك، كلهم بتفك. عندنا الاي سايت انتري سايت، وعارفين الاف سايت ايش هو، وعارفين شو الاكزيت سايت، بعدين عارفين الالونجيشن هسه حكينا عنه انه بيجي بيتاكد اذا انه غلط برفضه، بيجي واحد صح بيقبله بحطه، وبتصير عندنا تتكون رابطه بينهم، وبتصير عندنا الالونجيشن زي ما احنا عارفينها. نشوف على السريع، بصير عندنا عملية البناء، قبل ما يوصل للأخير عند التيرمينيشن،
هاي زي ما حكينا احنا فيش عندنا تي ار ان اي بتعرف على الاي يو جي اليو اي جي عفوا ولا اليو جي اي ولا اليو اي على الستوب كودونز، بيجي عندنا ريليزنج فاكتور. فيش تي ار ان اي بقدر يركب هناك، فبيجي عندنا شو عندنا بركب عندنا ريليزنج فاكتور، مرتبط ريليز فاكتور بفك الرابطة بين الأمين بين تي ار ان اي والبوليبيبتايد، بنفكوا عن بعض وبصير عندنا البوليبيبتايد جاهز. وبعدين عندنا هدول بنفكوا السب يونتس ومستعدين عشان يشبك فيهم انيشيشن فاكتور، وهذا نتج صار جاهز وبس. طيب نرجع هون نقرأ كنا بنحكي بالفيديو، حكينا في البروكاريوتكس سبيسيفيك سيكونس على الام ار ان اي الشاندلليجرو بيرتبط فيه السمول سيجمنت، هذه على كل حال يوكاريوتكس الصورة تحت بيرتبط هون السمول سيجمنت وبتصير عملية الترجمة. و سي ار ريكوجنايز باي انيشيشن كوبلينج كونسيست اوف مثل امينو اسيد ترانز تي ار ان اي انيشيشن فاكتورز، وحكينا شو الانيشيشن فاكتور وحكينا شو هاي ذا سمول رايبوزومال سب يونتس حكينا عنهم كلياتهم بالفيديو. ذير از ا بروسيس كود رايبوسوم سكانينج اللي هي حكينا ببلش عند الكاب وضل ماشي لعبال ما يلاقي الاي يو جي. ام ار ان اي از مو mRNA is moving along the small subunit of ribosome till finding the codon of initiation in AUG of methionine to be located in the B site. نعرف B site اللي هو ال فين ال B E note charging tRNA uses ATP as energy whereas initiation, elongation and termination uses GTP. عملية البروتين اللي بيشبك تي ار ان اي بالامينو اسيد بيستخدم اي تي بي، اما عمليات الانيشيشن الانجيشن والترمينيشن زي ما كنا شايفين كانوا يستخدموا الجي تي بي. هسا الانيشيشن في البروكاريوتيك حكينا عن this phase of protein synthesis result in the assembly of functional competent ribosome in which an mRNA has been positioned correctly so that its start codon is positioned in the P اللي هو peptidyl site and is paired with the initiator tRNA. بحكي لك هون انه الفيز اللي ببلش انه نحط ال tRNA شابكه بالميثايونين في البي اللي هي بتربط في البي سايت اللي هي البيبتيدل سايت. بس the following ingredients are needed for the phase. ايش بنحتاجه؟ two subunits زي ما كنا شايفين ال 30 وال 50 اللي بفكوا عن بعض، ال mRNA بدنا نترجمه، الثري انيشيشن فاكتورز الاف الانيشيشن فاكتور 1 و 3 شابكين بالثري بال 30 وبفكوها عن 50، والاي اف 2 مع الجي تي بي اللي شابك كان مع الميثايونين الاف مثل الميثايونين شابكه مع هاي اللي هو الانيشيتور زي ما كنا شايفين. الستبس البايندنج الريبوسوم سب يونت 13 تشبك مع اي اف 3 واي اف 1 بروموت ذا ديسوسيشن بتوين التو كومبوننتس اللي هي ال 30 اس وال 50 اس. البريسنس اوف انيشيشن فاكتور 3 بيرميتس ذا اسمبلي اوف ذا انيشيشن كومبلكس اند بريفنت بايندنج اوف ذا 50 اس، يعني بحافظ على الشكل اللي هو عندنا الاي اف اي اف 1 والاي اف 3 وجودهم هذول مع ال 30S بحافظوا على هذا الشكل وبيبعدوا ال 50S. سبين بيرمن بريماتشو permit assembly of the initiation complex and prevent binding of the 50S subunit. If IF1 assists IF3 in some way, perhaps by increasing the dissociation rate of the 30S and 50S, IF3 هو المهم، IF1 هو بيساعد IF3. Binding of mRNA and the F-metal tRNA.
كيف بيشبكوا مع بعض؟ عندنا زي ما شفنا الانيشيشن فاكتور 2 مع الجي تي بي، هذول شبكوا في المنطقة الصح على اساس شهد لاريجرو، واللي هي 16 اس سب يونت داخل 13 سب يونت، عندها كومبلمنتري مع شايد ليجرو شبك وحدد المكان الصح. تي جي الانيشيشن فاكتور بحط هذا الانيشيتور في البيبتيد سايتس وبتبلش العملية. اي اف 3 اسيس ذا ام ار ان اي تو بايند ذا 30 اس سب يونت اوف ذا رايبوزوم سو ذات the sarcodone is correctly positioned at the peptidyl sites of the ribosome. The mRNA يعني IF3 بيساعد انه ينحط كل شيء في مكانه الصح. باختصار the mRNA is positioned by means of base pairing between the 3 prime end of the 16S rRNA with the Shine-Delgarno sequence immediately upstream of the start codon. شاد الليجرو immediately upstream يعني مباشرة قبل بيجي مباشرة قبل ال starting codon، وحكينا 16 subunit من ال 13S subunit هي اللي بتكون فيها complementary وتشبك مع شاد الليجرو عشان انت نحط ال starting codon في مكان الصحيح. At this stage of assembly if IF2 GTP assists the initiator to bind to the 30S subunit in the correct site, the B site. At this stage, the assembly of the 13S initiation complex is complete and the IF3 can dissociate. خلص طالما انه شبك الانيشيتور اللي هو ال tRNA الشابك بالميثايونية بتبلش العملية وبتفك ال initiation factors وبترتبط عندنا ال 15S subunit and release of initiation factor. Three events now happen simultaneously. The 50S subunit of the ribosome associate يعني بنفس الوقت ال 15S subunit بترتبط مع 13S subunit وال GTP المحمولة على IF2 بتصير لها عملية تكسير هيدروليزيس بتصير ال GDP. الطاقة الناتجة من تحليل ال GTP بيعمل عملية فك لل initiation factor وربط لل large subunit. This hydrolysis may help the L7L12 ribosomal protein rather than by هون بحكي لك شو انه مش 13 سب يونت هو جواها كمان هي نفسها فيها سب يونتس فيها 16S وفيها شيء عندنا L7 وL12. الL7 والL12 هو هم اللي بيحللوا الجي تي بي مش الانيشيشن فاكتور 2 نفسها. هاي A site, B site والE site. لاحظ عنا انه الA site في موجود على ال 30 sub unit وال 50 sub unit وفيه mRNA binding site. نفس الاشي ال B فيه mRNA binding site. الE لاحظ انه موجود على برضه موجود على ال 50 sub unit موجود على ال 30 sub unit بس فيش فيه mRNA binding site لانه هون هو بده يطلع بدهوش يكون مرتبط. In addition to ABE site there is an mRNA binding groove that holds into the message being translated. The A site binds the amino acid tRNA, a tRNA bound to an amino acid. هون الاشي الشابك initiator او اللي هو زي ما احنا شفنا او اي tRNA شابك بسلسله من البوليبيبتايدز. هون الجديد بنحط الجديد ومعاه واحد امينو اسيدز عشان نشبكها هون، بعدين هاد بس ينفك عنه ويشبك هون بتحرك بيطلع هاد والكان هون بصير في البي وبشبك واحد ثاني في الاي. بي سايد اللي هو الباينتس بيبتيد التي ار ان اي تي ار ان اي باوند تو ذا بيبتايد بينج سينثسايزد، اللي هو عندنا بالبي سايد اللي هو التي ار ان اي اللي بيكون شابك مع البيبتيد السايد شيء البيبتيد الشيذ اللي احنا قاعدين نصنع فيها، والاي المكان اللي فيه تي ار ان اي حر اللي بده يطلع. A and B sites are located on both subunits, but E subunit located only on large subunit. إنه عنا ال A وال B موجودين على large subunit وال small subunit، أما ال E بس موجود على large subunit.
هسا اليوكاريوتيك الانيشيشن تاعه باختصار عندنا زي ما احنا شايفين هاد الميثايونين والانيشيشن فاكتور 2 وهاي العجقة كلياتها. شو عندنا؟ عندنا زي ما احنا حكينا 60 سب يونت و40 سب يونت فكوا عن بعض بالانيشيشن فاكتور 1 و3 فكوا الانيشيشن 1 و3 فكوا، واللي عندنا انيشيشن فاكتور 2 وعليه الجي تي بي شابك مع الميثايونين مع التي ار ان اي عليه ميثايونين. وشابكين مع وشابك اللي هو مع الميثايونين، وبعدين عندنا هذا بيرتبط مع ال 40 سب يونت وال 60 سب يونت بتكون فاكه لفوق، بعدين كل هاد بيرتبطوا عندنا في الجاب اللي هي الموجودة عند ال 5 برايم واللي بتكون عندها ال initiation factor 4، وبصير يعمل عملية مسح عبال ما يلاقي، يمشي شوي شوي سكرينينج عبال ما يوصل لل AUG. كلها شرحناها وحكيناها في الفيديو. يوكاريوتيك يوز سكانينج ميكانيزم تو انيشيت ترانزليشن، يعني بيمشي من عند الكاب وبضل يفحص واحدة واحدة يعني ثلاثة، يعني بيعمل اوفرلابينج، بيفحص ثلاثة مع بعض بس بيعمل اوفرلابينج بينهم عبال ما يلاقي. ليش بيعمل اوفرلابينج؟ عشان يعرف شو الاوبن فريم. Recognition of the AUG triggers the GTP hydrolysis by EIF2. GTP hydrolysis يعني عندنا لما يشبك مع الـ AUG بتحل هذا الإشي، بحل الـ GTP بتصير GDP، هاي نتاج الطاقة، بفك الـ initiation factor وبرتبط الـ large subunit. GTP hydrolysis by initiation factor 2 is a signal for binding for the large subunit and beginning of translation. تحلل الطاقة بربط اللارج سب يونت وبتبلش العملية elongation، عملية التطويل. زي ما بنعرف انه بيجي واحد هون بعدين بربط واحد هون تنتهي مع بعض بعدين بتحرك، فهاي بتفك واحدة ثالثة بتيجي هون وبتطلع عملية زي هيك. هسا في عنا elongation factors بتساعد في عملية في هاي العملية. اللي عنا elongation factor TU وهاد شابك في GTP، initiation factor TS و initiation factor G وهاد برضه شابك في GTP. The elongation phase of protein synthesis consists of a cyclic process. كيف يعني cyclic process؟ يعني زي ما احنا شايفين بيجي ال tRNA بحط بشبكهم في بعض بيطلع بيروح على اللي عندنا بصير له عملية acylation انه بربطوا فيه امينو اسيد جديد وبرجع بنهبط بس يعني. فهي زي جاي زي حلقة، قلنا حكينا cyclic process whereby a new amino acyl tRNA is positioned in the ribosome. The amino acid is transferred to the C terminus of the growing polypeptide. C terminus عندنا هون يعني ثواني بالله. طيب كنا نحكي the elongation phase of protein synthesis consists of cyclic process، حكينا كيف يعني cyclic process whereby a new amino acyl tRNA is positioned in the ribosome. The amino acid is transferred to the C terminus of the growing polypeptide chain and the whole assembly moves one position along the ribosome. اللي عنا الامينو اسيد بنعرف انه جهة جهة عندنا هون R G3، عارفين انه في عندنا رابطة بيبتيدية بتصير بين هذول الاثنين، بين اثنين امينو اسيدز جنب بعض زي هيك. هون زي هيك، فهذا اللي بنسميه سي تيرمينس وهذا الان تيرمينس ورابطة بينهم. بتصير عندنا هون ايش حكي على اللي بنضيف على الاس تيرمينس بيكون الموجودة وهي طرفها الاس طرفها السي، يعني بيكون الموجود في البي سايت هاد زي هيك واقف، ومن كل هون في البي سايت نضيف هون في الاي سايت
نضيف فعل عليه. سي تيرمينس بتفاعل مع الان تيرمينس of the growing polypeptide chain and the whole assembly move one position. بتحرك زي ما شفنا بالفيديو. A new codon is now positioned at the A site and awaits a new amino acyl tRNA binding of a new amino acyl tRNA at the A site. بصير عندنا نيو كودون في المنطقة الفاضية اللي صارت الايه لما تكون فاضية، وبرتبط فيها برتبط هناك تي ار ان اي، وبتصير عندنا تكمل العملية. At the start of each cycle the A amino acyl site on the ribosome is empty. ال A site empty فيش فيه، ال B site بيحتوي على البيبتيد ال tRNA اللي عليه اللي هو عندنا بيكون عليه ال tRNA والبيبتيد chain الطويلة. And the E exit site contains the uncharged TNA اللي بدها تطلع بدها، فالخطوة اللي وراها بتطلع ال uncharged tRNA وبتدخل تي ار ان اي ثاني محمل في امينو اسيد في الاي سايت وبتشبكه وبيمشي العمليه زي ما شفنا بالفيديو. Once the correct the elongation factor EFTU GTP binds with the amino acyl tRNA and bring it to the ribosome. ايش اللي بيجيب عندنا التي ار ان اي اللي هو الالونجيشن فاكتور تي يو. Once the correct amino acyl tRNA is positioned in the ribosome، لما الامينو الاسيد صح، مش شفنا كيف انه ممكن يجي امينو يجي tRNA غلط حامل امينو اسيد غلط او يعني الانتي كودون تاعه غلط بيروح، ولما عشان ما ينتجش عندنا بروتين خطا. لما يجي tRNA صحيح وينحط بشكله الصحيح بصير عندنا عملية هيدروليسيس للجي تي بي للطاقة اللي هي في ال اي اف تي يو وبتحول لجي دي بي، وبصير كونفرميشنال تشينجز اند ذن ديسوشيات فروم ذا رايبوسوم. ايش اللي بفك عنا اللي هو الالونجيشن فاكتور تي يو، بعد ما جاب التي ار ان اي وحطها في المكان وطلعت صح بتحلل بيعطيهم طاقة عشان تصير الرابطة، هاي الرابط طبعا اللي هي البيبتايد بوند عشان تصير هاي الرابطة بيعطيهم طاقة وبتحل وبطلع. There are two way that EFTU function to ensure the correct amino acyl tRNA is in the place، عشان يتأكد انه هذا محطوط صح. EFTU prevent the amino acyl end of the charged tRNA from entering the A site on the ribosome، بمنع انه يدخل شو اسمه تي ار ان اي المحمله، بيمنع انها يدخل قبل ما يتاكد انه الانتي كودون تاعها بيعمل بيرنج صح مع الكودون. بعد ما يتاكد من هاي الشرط تي ار ان اي تاكد انه صح بدخلها. ليش؟ عشان الرابطه بينهم اللي بتصير يعني الرابطه البوليبيبتايد تشينج ريفرسبل بوند ان ذا اي سايت اند ا نيو potential incorrect peptide bonds is made. ليش؟ عشان يتأكد انه هاي ما بتتصح يعني ما بتنعكس، وعشان وهيك بدنا نتأكد انه ما يصيرش رابطة خطأ. GTP hydrolysis is slow، العملية تحلل GTP بطيئة، وعشان هيك وال initiation factor T ما بيقدرش يفك الا عبال ما تتم هاي الا عبال ما ال EFTU بيقدرش يفك الا عبال ما تتحلل الطاقة. هاي العملية تتم، وبالتالي طالما بطيئة وبيقدرش يفك هذا بيعطيه وقت عشان يتحقق من انه ال شو اسمه final fidelity check to take place، انه يتأكد انه الكودون الانتي كودون مع الكودون صح. Hydrolysis is associated with the conformational changes in EFTU، وبعدين بس يفك وبصير عندنا conformational change في الـ EFTU بفك من الـ زي ما احنا شايفين هون. ان هاي الشبكة الأساسية وهاي بدها تشبك عشان تنحط، تأكدنا انها صح شبكت الـ EFTU صار له صار له hydrolysis و conformational changes طلع وأعطاهم طاقة عشان يشبكوا ببعض، هيهم شبكوا ببعض زي هيك. بعدين هاي بتمشي خطوة
أو هون يعني هي مشيت خطوة. وصلنا شوي. هاي عفوا هذه لسه. هذا الاي سايت فاضي، عفوا. لأنه هون بعدين إنه بيمشي خطوة، بتصير الخضرة هاي هون وشابكة في هاي الأصفر، ومعاها الأولى، وهديك هون بعدين عشان تطلع عشان يجي غيرها. Second amino acyl tRNA chaperone to the E site by elongation factor TU. نرجع نكمل هسا. Second amino acyl tRNA chaperone to the E site by elongation factor TU. Elongation factor TU بجيب كمان واحد بحطه. If A site mRNA codon and the amino acyl anticodon from base يعني هسه اذا انه الانتيكودون والكودون بركبوا مع بعض، الاي اف تي يو بفك، يعني اذا هم صح بفك وبتكمل العمليه. تيرمينيشن ذا فاينل فيز اوف بروتين سينثيسيس. طبعا الانجيشن نفس الشيء بين شو اسمهم البروكاريوتيك واليوكاريوتيك، الفرق الوحيد بين البروكاريوتيك واليوكاريوتيك هو اول خطوه. Termination, the final phase of protein synthesis requires that the finished polypeptide chain be detached from a tRNA. إنه آخر phase إنه البوليبيبتايد بدنا نفصله عن tRNA. This can only happen in response to a signal that a stop codon has, إما UAA, UAG, UGA, stop codons. Binding of release factors. There are no tRNAs that recognize the stop codons. فيش عنا tRNA بتعرف على stop codons. Rather, stop codons are recognized by releasing factor. في عنا إشي ثاني اسمه releasing factor، هو اللي بتعرف على ال stop codons هاي. Which recognize the UAA, UAG stop. عنا RF1 بتعرف على ال UAA وال UAG. ال RF2 بتعرف على ال UAA وال UGA وبفكهم. These release factors act at the A site. طبعا هذول بيجوا على A site وبيعملوا termination. طبعا مش رح يوصلوا لل P site لأنه خلص صارت عملية termination منتهى، ولا رح، وطالما ما وصلوش لل P مش حيوصلوا لل E. A third release factor اللي هو RF3 GTP stimulates the binding of RF1 and RF2. عندنا RF3 اللي بيستخدم ال GTP، هاد بيساعد عملية ارتباط ال RF1 وال RF2. Hydrolysis of the peptidyl tRNA, binding of the release factor alters the peptidyl transferase activity with a nucleophilic effect. The result is hydrolysis of peptidyl tRNA and release of the completed polypeptide chain. The uncharged tRNA in the E site can dissociate and as can the release factors. GTP is hydrolyzed without dissociation. Without dissociating tRNA in the P site. ايش عندنا هون؟ انه شو اسمه الريليس فاكتور لما يشبك في الاي سايت بيعدل على الاكتيفيتي تاعت هذول الشابكين هون، هون الاكتيفيتي تاعتهم انهم يشبكوا هاي في هاي. هو بيعمل النيوكليوفيليك افكت عليهم، فبوقف هاي العملية انهم يشبكوا، وبيأثر عليهم برضو بحيث انها هاي تفصل تنكسر هاي الرابطة هون. The result is hydrolysis of the peptidyl tRNA بيكسر بين البيبتيدل و tRNA and release of the completed peptidyl chain. The uncharged tRNA وهذا بصير uncharged هون بيطلع من الاي سايت. Exit dissociation can be really as can the release factor، وانه release factor بيطلعوا بيروحوا، وهذا بيروح الاي وبيطلع. و GTP is hydrolysis without dissociating tRNA in the B site. هون اللي بحكي لك اياه انه شو اسمه احنا كان عندنا قبل هون طلع كيف بيجي بيمشي بيرتبط هاي في هاي، بتنكسر الرابطة هون وبتصير هون، وبعدين بفك من تحت وبروح للإي سايت وبيطلع. هون عندنا فيش بتصيرش عملية ديسوسيشن،
حيث انه بتنكسر هاي الرابطة وبيطلع، وهي بضله زي ما هو بعدين بيطلع. يعني الجي تي بي اللي اتحررت هون ما بتأدي إلى عملية الفك للتي ار ان اي في البي سايت. آخر شيء بدنا نحكيه هسا، وإن شاء الله بنكملكم إياه في جزء ثاني. هيك إحنا هون نكون خلصنا ليش ايش عملية صناعة البروتين، ونخش في موضوع ندخل في موضوع ثاني. آخر شيء الرسمة بتعبر عن موضوع انيشيشن، إنه يتعرفوا على البداية وشبكون، بعدين إنه الانجليشن صار يربطهم، بعدين ترمينيشن ترانزيشن كومبلكس فورمز تي ار ان اي الترانزيشن اللي هم الانيشيشن فاكتورز، والهاي الفاك ال 3 ار ار اي وحطه واجوا وتعرفوا ولقوا وربطوا الاشياء مع بعض. ان تي ار برينجز فيرست امينو اسيد ان بوليبيبتايد تشين تو تو بايند تو ستارت كودون ان ام ار ان اي. بعدين الالونجيشن تي ار ان اي برينج امينو اسيدز 1 باي 1 تو اد تو بالي بيبتايد تشينز، بصير تي ار ان اي يجوا ويجيبوا بالي يجيبوا امينو اسيدز عشان يطولوا البالي بيبتايد تشين. ريليس فاكتور ريكوجنايز ستوب كودون، بتعرف على ستوب كودون. ترانزليشن كومبليت ديسوسييت اند كومبليتد بالي بيبتايد از ريليس، بتعرف على ريليزنج كودون، بتصير عمليه ترانزليشن كومبلكس. الكومبلكس هذا اللي بيعمل عملية ترانزليشن بفك، وبتصير عندنا completed polypeptide chain جاهز. خلاص بكفيكو، نكمل لكم المحاضرة الباقية في فيديو جاي. السلام عليكم.